بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن نمبر 5 خاص بمادة الماثماتيكس 2، واللي بيتكلم عن طريقة جديدة من طرق التكامل، وهي الترايجنومتريك اند هايبربوليك سبستيتيوشنز، التعويضات المثلثية والزائدية. في البداية هنتكلم عن مقدمة بسيطة عن التعويضات المثلثية والزائدية، امتى بتستخدم وازاي بتستخدم. طبعا احنا عارفين ان اي طريقة من طرق التكامل ليها كونديشن اتحقق بستخدمها، ما تحققش بلجأ لطريقة أخرى من طرق التكامل. شرط الترايجنومتريك أند هايبربوليك سبستيتيوشن إن يكون عندي شكل من أشكال الجذور الموجودة قدامكو دي، وهي الآر تربيع ناقص اليو تربيع الكل أس إم على 2، الآر تربيع زائد اليو تربيع الكل أس إم على 2، ويو تربيع ناقص الآر تربيع الكل أس إم على 2، حيث الإم ده أود نمبر والآر ده عبارة عن كونستانت أو ثابت موجود عندي. وهدفنا الرئيسي دايما في الطريقة دي من طرق التكامل إن أنا أحذف أو أتخلص من الجذر وأحولها لفانكشن موجودة في التيبل بتاع الانتجريشن بتاعك. وعندك ملاحظة بسيطة إن ممكن ما يديلكش الجذر ده بصورة مباشرة ويديك دالة تربيعية بالشكل اللي قدامنا ده، اللي هي A X تربيع زائد ال B X زائد C الكل أس إم على 2. شغلتك إن أنت تحولها عن طريق الكومبليتنج ذا سكوير أو إكمال المربع لصورة من الأشكال اللي إحنا قلناها سابقا. نيجي للشق الأولاني من سكشننا النهاردة، وهو الترايجنومتريك سبستيتيوشنز أو التعويضات المثلثية. طبعا احنا عارفين إن الحل بيعتمد على إن أنت تتخلص من الجذر اللي موجود عندك، وطريقة الحل بتعتمد اعتماد وثيق على شكل الجذر اللي موجود عندك في الدالة، حيث لو الدالة بتحتوي على الجذر الأولاني وهو الـ X تربيع زائد الـ R تربيع الكل أس إم على 2، فده بنستخدم له التعويضة اللي بتقول إن أنا أفرض الـ X بتساوي R tan سيتا، حيث الـ dx بتساوي R سك تربيع سيتا d سيتا. وفكرتها جت منين؟ جت من القانون اللي بيقول 1 زائد tan تربيع بتساوي سك تربيع، حيث السيتا بتساوي tan minus 1 x على الـ R، والـ x تربيع زائد الـ R تربيع الكل أس إم على 2، لما أجي أستخدم التعويضة هتطلع بـ R تربيع tan تربيع زائد الـ R تربيع الكل أس إم على 2، لما تاخد R تربيع عامل مشترك هيديك 1 زائد tan تربيع اللي هي بتساوي سك تربيع الكل أس إم على 2، فقدرت أتخلص من الجذر نهائيا عندي. نيجي للجذر التاني وهو الـ R تربيع ناقص الـ X تربيع الكل أس إم على 2، فده بستخدم له التعويضة اللي بتقول إن X بتساوي R ساين سيتا، حيث الـ DX بتساوي R كوساين سيتا دي سيتا. طبعا فكرته جت منين؟ جت من القانون اللي بيقول 1 ناقص الساين تربيع سيتا بتساوي كوزاين تربيع سيتا. نيجي للجذر الثالث وهو الـ X تربيع ناقص الـ R تربيع الكل أس إم على 2، عشان أتخلص من الجذر بستخدم التعويضة اللي بتقول X بتساوي R سك سيتا، حيث الـ DX بتساوي R سك سيتا تان سيتا دي سيتا. وفكرته برضو جت من القانون اللي بيقول 1 زائد التان تربيع سيتا بتساوي سك تربيع سيتا، اللي أنا بستخدمه في الحالة دي بقى سك تربيع سيتا ناقص الواحد بتساوي تان تربيع سيتا. نيجي للشق الثاني من سكشننا وهو الهايبربوليك سبستيتيوشنز أو التعويضات الزائدية، واللي بيعتمد في حلها برضو إن أنا أتخلص من الجذر اللي موجود عندي في الدالة المراد تكاملها، والحل بيعتمد على الجذر الشكل الجذر اللي موجود في الدالة دي. إن أنا لو عندي الجذر بيساوي X تربيع زائد R تربيع الكل أس إم على 2، فبدل ما استخدم له تعويضة مثلثية، لا أنا هستخدم له تعويضة زائدية، حيث هفرض إن الـ X بتساوي R شاين سيتا، حيث الـ DX بتساوي R كوشاين سيتا دي سيتا. وفكرتها جت من القانون اللي بيقول إن شاين تربيع سيتا زائد الواحد بيساوي كوشاين تربيع سيتا. نيجي للجذر التاني وهو الـ R تربيع ناقص الـ X تربيع الكل أس إم على 2، فده بستخدم له التعويضة اللي بتقول إن الـ X بتساوي R تانش سيتا، حيث الـ DX بتساوي R سش تربيع سيتا دي سيتا. وبرضو فكرته جت منين؟ من القانون اللي بيقول 1 ناقص التانش تربيع سيتا بيساوي سش تربيع سيتا، وده من خلاله قدرت أتخلص برضو من الجذر اللي موجود عندي في الدالة. نيجي للجذر التالت وهو الـ X تربيع ناقص الـ R تربيع الكل أس إم على 2، وده بستخدم له التعويضة الزائدية دي اللي أنا بفرض الـ X بتساوي R كوشاين سيتا، حيث الـ DX بتساوي R شاين سيتا دي سيتا. وده فكرته برضو بتعتمد على القانون اللي بيقول كوشاين تربيع سيتا ناقص الواحد بيساوي شاين تربيع سيتا.
نيجي للتطبيق الفعلي للكلام اللي احنا قلناه وهو اكسرسايز 1.9.7. هنبتدي بأول مثال تكامل جذر 4 زائد الاكس تربيع دي اكس. هنلاحظ ان ده الشكل الاول لأول جذر وهو الار تربيع زائد الاكس تربيع الكل اس ام على 2، حيث الار هتساوي 2 والام هتساوي 1. هنستخدم لها التعويض الخاصة بها للتعويضات المثلثية، ان انا هفرض الاكس بتساوي 2 تان سيتا، حيث الدي اكس هتساوي 2 سك تربيع سيتا دي سيتا. الجذر بتاعنا جذر 4 زائد الاكس تربيع، هشيل الاكس واحط مكانها 2 تان سيتا، هيديني 4 تان تربيع سيتا. هاخد 4 عامل مشترك، هيفضل لي 1 زائد التان تربيع سيتا اللي هي بسك تربيع سيتا، هيطلعوا بره الجذر هيديني 2 سك سيتا. يبقى التكامل بتاعي هيبقى تكامل جذر 4 زائد الاكس تربيع دي اكس هتساوي، اشيل الجذر واحط مكانها التعويضة بتاعتها وهي 2 سك سيتا، والدي اكس هتساوي 2 سك تربيع سيتا دي سيتا. من خلال الاختصار هيديني 4 تكامل سك تكعيب سيتا دي سيتا. تكامل السك تكعيب سيتا دي سيتا، هفك السك تكعيب لواحدة سك وواحدة سك تربيع دي سيتا، علشان أقدر أستخدم التكامل باي بارتس عندي، إن أنا هفرض اليو بيساوي الدالة الأولى سك سيتا، والدي في هتساوي سك تربيع سيتا دي سيتا، أشتق اليو بدي يو، أشتق سك سيتا بسك سيتا تان سيتا دي سيتا، هكامل الدي في بفي، هكامل السك تربيع سيتا دي سيتا بتان سيتا. التكامل بتاعي عبارة عن يو في الفي ناقص تكامل الفي دي يو، فهيطلع لي بالصورة دي سك سيتا تان سيتا سالب تكامل سك سيتا تان تربيع سيتا. فهنزل سك سيتا، سك سيتا تان سيتا زي ما هي، ناقص تكامل سك سيتا، والتان تربيع سيتا عبارة عن سك تربيع سيتا ناقص الواحد. فهعمل عملية توزيع، هيديني سك سيتا تان سيتا ناقص تكامل سك تكعيب سيتا ناقص السك سيتا دي سيتا عندي. وهعمل عملية توزيع لعلامة التكامل، فهيديني سك سيتا تان سيتا ناقص تكامل سك تكعيب سيتا دي سيتا زائد تكامل سك سيتا دي سيتا. هنلاحظ إن التكامل الأصلي بتاعي اللي هو تكامل سك تكعيب سيتا ظهر تاني، فهوديه بعكس الإشارة مع التكامل بتاعي اللي هنا، هيديني 2 منه اللي هو 2 تكامل سك تكعيب سيتا دي سيتا هتساوي سك سيتا تان سيتا زائد تكامل سك سيتا دي سيتا. سك تان هتنزل زي ما هي، تكامل السك هتساوي لن سك زائد التان زائد ثابت التكامل. فتكامل السك تكعيب سيتا دي سيتا هقسم على 2 للطرفين، هيديني نص مضروبة في سك تان زائد لن سك زائد التان زائد ثابت التكامل. أعوض بيها يبقى هيديني التكامل النهائي بتاعي هيساوي 4 في تكامل السك تكعيب سيتا دي سيتا، هشيلها وأحط مكانها التكامل بتاعها، وهشيل كل سيتا وأحط مكانها تان ماينس 1 إكس على 2 من خلال التعويضة بتاعتي اللي هنا. نيجي لمثال رقم 4 وهو تكامل 1 على إكس تربيع ناقص الواحد الكل أس 5 على 2 دي إكس. لو لاحظنا هنلاقي إن دي الصورة التالتة من الجذور اللي عندي، وهي إكس تربيع ناقص الآر تربيع الكل أس إم على 2، حيث الآر هتساوي 1 والإم هتساوي 5. هستخدم التعويضة اللي بتقول إن إكس بتساوي سك سيتا، حيث الدي إكس هتساوي سك سيتا تان سيتا دي سيتا، والإكس تربيع ناقص الواحد الكل أس 5 على 2، هشيل كل إكس وأحط مكانها سك سيتا هيديني سك تربيع سيتا ناقص الواحد الكل أس 5 على 2. السك تربيع سيتا ناقص الواحد هتساوي تان تربيع سيتا الكل أس 5 على 2، هيديني تان أس 5 سيتا عندي. هيديني التكامل في النهاية 1 على إكس تربيع ناقص الواحد الكل أس 5 على 2، فهشيل القوس ده وأحط مكانه التعويضة بتاعته وهو تان أس 5 سيتا، والدي إكس هتساوي سك سيتا تان سيتا دي سيتا. عن طريق الاختصار هيديني في الآخر تكامل سك سيتا على تان أس 4 سيتا دي سيتا. فدي عبارة عن دالة مثلثية أقدر أحولها بدلالة الساين والكوساين، فهشيل كل سك سيتا واحط مكانها 1 على كوزاين سيتا، وهشيل التان اس 4 سيتا هيديني ساين اس 4
سيتا على كوزين أس 4 سيتا دي سيتا. عن طريق الاختصار هيديني تكامل كوزين أس 3 سيتا على ساين أس 4 سيتا دي سيتا. فخلي الكوزين دي عبارة عن كوزين تربيع سيتا في كوزين سيتا دي سيتا، وهفك الكوزين تربيع هيديني 1 ناقص الساين تربيع سيتا مضروبة في كوزين سيتا دي سيتا. عملت ليه كده؟ لأن أنا عندي الساين دي مشتقتها مضروبة فوق اللي هي كوزين سيتا دي سيتا، فعن طريق السبستيوشن ميثود هفرض إن اليو بتساوي ساين سيتا، يبقى الديو هتساوي كوزين سيتا دي سيتا، فأقدر أقول إن التكامل بيساوي 1 ناقص اليو تربيع دي يو على يو أس 4. إزاي؟ إن الساين أس 4 بقت يو أس 4، والواحد ناقص الساين تربيع بتساوي 1 ناقص اليو تربيع، والكوزين سيتا دي سيتا هي الديو. عشان كده أنا قدرت أفك الكوزين تكعيب بالدلالة الشكل اللي أنتوا شايفينه ده. فهعمل عملية توزيع بسط على مقام هيديني يو أس ناقص 4 ناقص يو أس سالب 2 دي يو، فهزود على الأس 1 وأقسم على الأس الجديد هيديني الشكل ده. فهشيل كل يو وأحط مكانها ساين سيتا، وكل سيتا هشيل مكانها وأحط مكانها سك أس ماينس 1 إكس اللي هي جت من الشكل ده عندي. نيجي لمثال رقم 7 وهو تكامل إكس تربيع على إيه تربيع ناقص الإكس تربيع الكل أس 3 على 2 دي إكس. لو لاحظنا هنلاقي إن ده الشكل التاني من أشكال الجذور اللي كانت عندي، وهو الـ R تربيع ناقص الـ X تربيع الكل أس M على 2، حيث الـ R هتساوي الـ A والـ M هتساوي 3. هستخدم لها التعويضة اللي بتقول إن أنا أفرض الـ X بتساوي A ساين سيتا، حيث الـ A هي قيمة الـ R، والـ DX هتساوي A كوساين سيتا دي سيتا. فالقوس بتاعي اللي هو A تربيع ناقص الـ X تربيع الكل أس 3 على 2، هشيل الإكس وأحط مكانها A ساين سيتا هيديني A تربيع ساين تربيع سيتا. هاخد A تربيع عامل مشترك من هنا هيديني 1 ناقص الساين تربيع اللي هي كوزين تربيع سيتا. الشكل النهائي هيبقى A تربيع كوزين تربيع سيتا الكل أس 3 على 2 هيديني A تكعيب كوزين تكعيب سيتا. فالتكامل بتاعي عبارة عن X تربيع على A تربيع ناقص الـ X تربيع الكل أس 3 على 2، هشيل كل X وأحط مكانها A ساين سيتا هيديني A تربيع ساين تربيع سيتا، والقوس ده هشيله وأحط مكانه A تكعيب كوزين تكعيب سيتا، والـ DX عبارة عن A كوزين سيتا دي سيتا. عن طريق الاختصار هيديني 1 على A تكامل تان تربيع سيتا دي سيتا، هشيل التان تربيع واحط مكانها سك تربيع سيتا ناقص الواحد عشان اقدر اكملها من خلال الجدول عندي. فواحد على ايه بتساوي تكامل السك تربيع بتساوي تان سيتا، تكامل الواحد بتساوي سيتا زائد ثابت التكامل. هشيل كل سيتا واحط مكانها ساين ماينس 1 اكس على ايه من خلال الفرض اللي انا فرضه فوق ده. مثال رقم 8 وهو تكامل x جذر 4 زائد x تربيع dx، وهو الشكل الأولاني من الجذور، وهو r تربيع زائد x تربيع الكل أس m على 2، حيث ال r هتساوي 2 وال m هتساوي 1. فهنا هنستخدم بدل التعويضات المثلثية هندي مثال على إنها التعويضات الزائدية، وهستخدم التعويضة الزائدية اللي بتقول افرض إن x بتساوي 2 شاين سيتا، حيث الدي اكس هتساوي 2 كوساين سيتا دي سيتا. الجذر بتاعي جذر 4 زائد الاكس تربيع، هشيل الاكس واحط مكانها 2 شاين سيتا هيديني 4 شاين تربيع سيتا. هاخد 4 عامل مشترك هيديني 1 زائد الشاين تربيع اللي هي بكوساين تربيع، هيطلعوا بره الجذر هيديني 2 كوساين سيتا. فالتكامل بتاعي عبارة عن تكامل x جذر 4 زائد x تربيع dx، شيل ال x وحط مكانها 2 شاين سيتا، والجذر حط مكانه 2 كوشاين سيتا، وال dx هتساوي 2 كوشاين سيتا دي سيتا. عن طريق الاختصار هيديني 8 تكامل شاين سيتا كوشاين تربيع سيتا. لو لاحظنا هنلاقي في دالة ومشتقتها موجودة معاها، فهستخدم طريقة السبستيتيوشن ميثود إن أنا هفرض يو بتساوي كوساين سيتا، حيث الدي يو هتساوي شاين سيتا دي سيتا. فالتكامل بالنسبة لي هيطلع تكامل 8 مضروبة في تكامل يو تربيع دي يو، حيث الشاين سيتا مضروبة في الدي سيتا هيديني دي يو، والتمانية هتنزل زي ما هي
والكوشين تربيع هيديني يو تربيع، فهزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد هيديني تكامل أو 8/3 يو تكعيب، هتساوي 8/3 كوشين تكعيب سيتا، لأن أنا رجعت اليو لأصلها اللي هي كوشين سيتا، وهشيل كل سيتا وأحط مكانها شاين ماينس 1 إكس على 2 من خلال الفرضية اللي أنا فرضها فوق دي.